وضيفنا لليوم مخرج لبناني وأيضا مغني راب، أطلق أفلام، عدة أفلام بتحمل عناوين متعددة كمان ملفتة أيضا العناوين بالنسبة للي هلأ بقرأ. رح تعرفنا أكثر عليك سليم صعب من خلال فيلمك الجديد الأمل المسموم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا وشكرا على استضافتين. أهلا. كنت مغني راب، وقفت الراب هلا. وقفت بس إنه ما بدك تكون ضمن هويتك ولا تجربة خلصت. ما في مشكلة، لا بس إنه نعم. على كل حال كل الفنون تلتقي في مكان ما وتتقاطع. 100% صح؟ فعلا الأمل المسموم توكسيك هوب هو رابع فيلم لإلي، فيلم وثائقي نزل من أكثر من سنة ونص، وهو فيلم حبيت ضوي على فكرة الأمل بلبنان. نعم. مثل ما بتعرفي نحن حاليا فايتين بأزمة اقتصادية سياسية، في حرب، فبعد في أمل بهالبلد، فهيدا هو كان السؤال الأساسي، فسميته توكسيك هوب الأمل المسموم لأنه بحس أنه علاقتنا مع الأمل شوي توكسيك. مثل علاقة شخصين بيحبوا بعض بس ما بيقدروا يعيشوا مع بعض، بس لما يعيشوا مع بعض بيكرهوا بعض وبيتركوا بعض وبعد 6 أشهر بيرجعوا لبعض. فبحس أنه علاقتنا مع الأمل هي نفس الشيء. وبهالفيلم حكيت مع كذا شخص، فنانات، أكتيفيست، وحكيت عن بيي الصحافي والكاتب وليد صعب الشمات اللي تركنا من أسبوعين، وحب أحكي معه، حب أحكي عنه بعد. الله يرحمه، وأكيد ترك إرث كبير الوالد، وترك كمان فنان، فمن يترك هذا الإرث لا يموت أظن. طبعا رح نحكي عن بيك، بس خليني قبل، نحن تربينا على فكرة يعني أو على أقوال، تعرف الأمثال الشعبية بتدخل بصلب وعينا ولا وعينا، فكرة أنه لولا فسحة الأمل، أو فكرة أنه نحن محكومون بالأمل، أو أنه مثل ما قلت الأمل لما بيصير مسموم لأنه بيصير مقصلة بتخلينا ما نتحرك، أنه خلص لبنان هيك بس غدا أفضل. طلعت من هون أنت بالعنوان صح؟ أنا الأمل المسموم طلع لأنه أنا عندي أمل أنه الوضع يتخير، وعندي أمل أنه لبنان يعني يطلع من كل هالأزمات. بس بنفس الوقت أنا عايش برا، عايش بفرنسا، وكتير بحب لبنان ودائما بيجي على لبنان يعني شي 3-4 مرات بالسنة. بحس أنه علاقتي مع الأمل بلبنان مثل ما قلت لك هي علاقة توكسيك سامة. لما أرجع على فرنسا بشتاق للبنان، بدي أرجع على لبنان، ولما أرجع على لبنان بقعد شهر شهرين وخلاص بدي أقفل، ولما أقفل يعني دغري بقطع تيكت لارجع. فحسيت انه علاقتنا مع الامل شوي توكسيك، بس رغم كل شيء بعد عندي امل انه الوضع يتغير. وهيدا الشيء شفناه كمان بثوره 17 تشرين، يعني كان في نوع من الوحده الوطنيه. نعم. كان في تضامن بين الناس. كان في بس اعلام لبنان بالشارع، وهيدا الشيء كان كثير كثير ايجابي وحكينا عنه بالفيلم. نعم، وحسيت انه ممكن الاشياء تتغير اذا بلشت هيك، يعني صدقت فكره الثوره؟ انا ايه صدقتها صراحه. هلا اكيد يعني صدقت ولا عبالك تكون مو حقيقيه؟ صدقت، بس انه يعني اذا بدنا نحكي سياسيا انه اكيد ما فينا نغير الـ يعني الـ السياسه الطائفيه اللي هي كثير معقده وموجوده من اكثر من متصرفين. 100 سنه يعني، فهذا الشيء ما فينا نغيره هيك بشهر شهرين. بس حبيت انه الناس نزلت على الشارع للطالب بالعداله الاجتماعيه، وطلعنا شوي من هالعقليه الطائفيه اللي برايي يعني بتضر المجتمع اللبناني. كيف علاجتها بالفيلم؟ عم تقول ذكرت هي القصة بالفيلم. حكيت مع كذا اكتيفيست كانوا يعني نشيطين بالثورة، حكيت مع فنانين، وحكيت كمان مع ناس يعني عاشوا انفجار 4 آب، وحكوا كيف انه رغم كل شيء تاني يوم نزلوا على الشارع ليساعدوا بعض، ليوزعوا اكل وشرب، ليروحوا عند الناس يساعدوهم. فهذا الشيء بدل انه يعني حتى لما البلد يعني بيمرق بكارثة كبيرة، بعد في أمل، وبعد في ناس بيؤمنوا بفكرة الأمل. وحكيت كمان عن فكرة الأمل بطريقة يعني
حكيت مع سايكولوجيست يعني حكيتنا عن كيف يعني كيف الأمل بيكون مضر أو كيف يكون مفيد 100% أو بيكون مورفين وكيف الناس اللي بيجوا بيشوفوها يعني عاشوا انفجار 4 آب مثلا فحبيت كمان أخذ الديفينيشن تبع الأمل عن طريق المعالجة النفسية وحكيت مع بي كمان خبرتك المعالجة إنه الأمل مفيد هلا ولا مضر يعني يعني اعطت الديفينيشن تبع الامل وقالت يعني بيجوا لعند المرضى بيقولوا لها بليز ابره امل لا هيدي الامل بفتكر موجود عند الكل يعني بطريقه انسانيه تلقائيه بفتكر الامل موجود عند كل الناس يعني اذا ما عندك امل ما بتكوني هون قدامي عم تحكي معي اذا يعني الامل موجود عند الكل بفتكر وعلى مستوى يعني او على مستوى شخصي او على مستوى اجتماعي بس بفتكر فكره الامل موجوده عند الكل نعم قد ايه طوله الفيلم يعني قصير 40 دقيقة 40 دقيقة وعم بينعرض بالمهرجانات وربح كذا جائزة بمهرجان الفيلم الوثائقي بكازابلانكا بالمغرب ربح جائزة أحسن أحلى دوكيومنتري بمهرجان الفيلم القصير بطرابلس السنة الماضية نعم وبعضه عم يتعرض بعدة مهرجانات مهرجان السينما اللبنانية بفرنسا مهرجان حقوق الإنسان ببوليفيا مهرجان حقوق الإنسان كتير. بتونس فالحمد لله حملته يعني أخذت أملنا إيه؟ على جناح الفيلم لكل هذا وهي فكرة الأمل فكرة يعني منها بس يعني العلاقة بلبنان يعني بفتكر كونية. كل بلد عنده مشاكله وكل كل بلد عنده يعني أزمات ففكرة الأمل موجودة وين ما كان يعني. إيه وحتى على صعيد الأفراد والعلاقات الشخصية صح إيه؟ إنه إذا ما في أمل ما حدا بيبقى مع حدا وما حدا بيبقى بمطرح 100% ما منتطور إذا حدا بيصمد الأمل هو مثل الموتور يعني موتور لحياتنا اليومية نعم بس لازم نعرف أي متى ربما نعرف إنه ما في أمل ما في نوى ما في لازم نعرف لازم نشتغل على الأمل يعني الأمل ما بيجي هيك لازم نزرع أمل ففي شيء بالفرنساوي اسمه الأمل بالفرنساوي espoir في الاسبوار أكتيف والاسبوار باسيف يعني الاسبوار أكتيف يعني عم نشتغل على الأمل الاسبوار باسيف إنه ناطرين هلا نحن إذا نطرنا فينا نغير المجتمع ما فينا أكيد بس لازم نزرع هيدا الأمل نعم في الموثائق حسب معرفت صح نعم. وعندك قبل أفلام سابقة بالأرشيف تبعك كمان وثائقي ولا تنوعت كمان وثائقية عن شو؟ كمان وطنية؟ أول فيلم اسمه بيروت ستريت هيب هوب لبنان عن ثقافة الهيب هوب بلبنان حلو تاني فيلم اسمه قوية عن النساء بالجرافيتي بالعالم العربي قوية اسمها؟ قوية ثالث فيلم أرز التشرين لسيد غدكتوب عن ثورة 17 تشرين وتوكسيك هوب وهلا اشتغلت على فيلم شورت موفي روائي هالمرة فيكشن فقريبا إن شاء الله حلو ناطرينه لكن روائي يعني ياخدوا عن رواية؟ لا إنه فيكشن يعني أوكي. شورت موفي بس مش وثائقي نعم انتقلت من طريقة لطريقة ربما أنتم بالإخراج وتعرفوا 100% كتابة النصوص أنت بتكتبها؟ يعني كتابة ونص وإخراج أنا بعمل كل شيء بطريقة مستقلة بنتج الفيلم بوزعه كمان بصوره وأنا بعمل الانترفيوات فكله يعني 100% independent فريق عمل متكامل حضرتك للأفلام الوثائقية هيدا الشيء يعني فيك تعمليه لأنه هلا مع التكنولوجيا مع كاميرا واحدة يعني تطورت فيك تعملي يعني كتير قصص بس للفيلم الروائي الفيكشن لا عايز تيم بس للوثائقية كل شيء عملته لوحدي يعني حلو طب كيف علاقة الجمهور برأيك بأفلام الوثائقية حلوة؟ في جمهور هيدا حسيته بالمهرجانات انه بس اكيد يعني الناس بيهتموا اكثر بالفيكشن بس لا في جمهور كبير للوثائقي وحتى يعني فيك تشوفي مثلا على نتفليكس او امازون انه في كثير افلام وثائقيه فلا تقصد الناس تقصد لا تستفيد معلومات ايه بتستفيد من معلومات بتكتشف شيء جديد وانا بحب يعني لانه انا افلامي بينعرضوا كثير برا فالناس برا يعني إذا ما بيعرفوا لبنان رح يعرفوا عن طريقة الأفلام الوثائقية مثلا صح فبحب دوي على المشاكل الموجودة عنا بالمجتمع وفرج اللبنان اللي أنا بعرفه اللي أنا بحبه بتفرج على أشياء حلوة كمان غير المشاكل صح أكيد أكيد دائما يعني في جانب كتير إيجابي بأفلامي حتى بالتوكسيك هوب يعني منه فيلم ميلودرام يعني إنه في جانب كتير إيجابي يعني. عبالك تقول شيء لأبيك قبل ما ننهي إيه
بحب اقول انه بي هو اعطاني الحب للثقافه وللصحافه وللسينما، وبي كان صحافي وليد صعب الشمات وكتب كذا كتاب عن السينما، قدم برنامج عن السينما اللبنانيه والعربيه بتلفزيون لبنان بالسبعينات، وبي كان مناضل بطريقه سلميه، ما كان يحب السلاح بس كان يحارب بالكلمة، لأنه أوقات الكلمة أمضى من السلاح، أقوى من السلاح. وحتى بنمط حياته كان مناضل، كان بده يغير المجتمع. بي من طائفة الدرزية وأمي سنية، وتجوزوا بالسبعينات مدني بتونس، وهذا الشيء كان كتير صعب وقتها وحتى اليوم. فبحب أقول أنه هو أعطاني كل هالحب للثقافة وللصحافة، وأنا رح كمل مسيرته الثقافية والفنية. حلو كتير، وبحبه الرحمة لروحه، ونحن بنشد على ايدك كمان وبنشجعك وبنفتخر فيك. سليم صعب مخرج وكاتب وون مان شو، يعني تعمل كل شيء صحافي، وان شاء الله دائما ندوي لك على الاعمال تبعيتك. ان شاء الله يا اهلا وسهلا فيك، شرفتنا ونورتنا.